بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي الاقتصادية السعودية، في حلقة جديدة من لقائكم الرمضاني اليومي ميزان الصحة. إنها الآفة الكبيرة والخطر الأكثر انتشارا في المجتمعات، التدخين. وما أدراك ما التدخين؟ أضراره وتوابعه الجمة. نسعد وإياكم في هذا اللقاء باستضافة الدكتور محمد بن عبد الله آل شيف، استشاري الأمراض الباطنية وأمراض تخثر الدم والأوعية الدموية. مرحبا بكم دكتور محمد. أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة، وأنا سعيد في ظهوري في هذا البرنامج المميز، برنامج ميزان الصحة الاقتصادي. الله يحييك دكتور محمد. موضوع كبير وموضوع يحتاج إلى، يعني هو فيه إسهابات لا شك، لكن نحاول إن شاء الله أن نلم بالموضوع وأن نقدم الرسالة الإيجابية للمجتمع من خلال هذا الموضوع، الإقلاع عن التدخين. ليش اخترنا هذا الموضوع في هذا الوقت، في هذا الشهر وهذا الموسم بالتحديد؟ نعم، جميل جدا. أعتقد أن رمضان هو فرصة ذهبية للإقلاع عن التدخين. طبعا السنة هذه تزامن اليوم العالمي للامتناع عن التدخين في 31 مايو، يصادف يمكن 5 رمضان. صحيح. قبل أسبوع تقريبا، قبل أسبوع مع شهر رمضان. صحيح. طبعا شهر رمضان المدخن يكون مهيئا أو مؤهلا. صحيح. بدنيا وروحيا أكثر من باقي الشهور، حيث يكون أبعد عن التدخين لمدة طويلة تصل إلى 16 ساعة. 16 ساعة بعيد عن التدخين، ولك ليش ما تكمل مرة واحدة وتقلع؟ صحيح. وفي الليل طبعا الليل ساعة الليل قصيرة، ولكن معظمها يعني مكرسة للعبادة. فالشهر يعني حقيقة فرصة ذهبية، فأنا أدعو جميع المدخنين استثمار شهر رمضان للإقلاع عن التدخين. نعم. الحديث عن الإقلاع عن التدخين أكيد يعني الناس يعني عندها خلفية كبيرة في مسألة المخاطر ومسألة الأضرار. احنا نتحدث عن هذا الأمر. نعم. الناس تقول احنا نعرف، لكن من باب التذكير. نعم. من باب أيضا لو ربطناها أيضا بأرقام. نعم، جميل جدا. أيضا إحصائيات وبيانات. نعم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نعم. احنا طبعا نقول احنا في إحصائيات مخيفة جدا صدرت قبل أسبوع من منظمة الصحة العالمية، حديثة جدا، مايو 2017. طبعا هذه دقت ناقوس الخطر، بينت أن عدد الوفيات الناجمة عن التدخين 7 مليون سنويا. تخيل 7 مليون سنويا، بمعدل شخص كل 5 إلى 6 ثواني يتوفى بسبب التدخين. طبعا لو شرحنا هذه الأرقام، 6 مليون بسبب التدخين المباشر، ومليون بسبب التدخين الغير مباشر او التدخين السلبي او السكند هاند سموك، عشان ايضا يعني نؤكد ان خطوره التدخين السلبي مماثله، تكاد تكون مماثله التدخين المباشر. طبعا هو المسبب الثاني عالميا للوفيات بعد مرض ارتفاع الضغط اللي هو التدخين. نعم، التدخين. احنا لو وجدنا مثلا كل 10 اشخاص يتوفون واحد بسبب التدخين. وحسب تدخين. طبعا هذه يقدر، طبعا قدرت الإحصائيات الحديثة أن وفيات تدخين أكثر من وفيات حوادث الإجرام، القتل، حوادث السيارات، الحروب، أكثر من أيضا الأيدز أو نقص المناعة المكتسبة. فهذه أرقام صراحة حقيقة يعني مخيفة جدا. أيضا بينت دراسة نشرت في دورية عالمية، نيو إنجلاند جورنال أوف ميديسن، أن المدخنين يتوفون 10 سنوات أقل من الأشخاص غير مدخنين. إذا كان معدل الحياة مثلا 65 يتوفون 55. طبعا الأسباب، طبعا هو مسبب رئيسي للجلطة القلبية أو نسميها الذبحة الصدرية أو موت الفجأة. فهو إيش السبب الرئيسي للذبحة الصدرية؟ هو التدخين. أعتقد هذه الأرقام يعني تمهد لموضوعنا، أهمية الموضوع. نعم، نعم. جميل جدا. طيب الآن يعني أنتم الآن تحدثتم عن أمراض فتاكة خطيرة. نعم. صلب شرايين، جلطات، ذبحة صدرية. هل هذا التأثير السلبي يكون على الرئتين بشكل مؤقت أو أنه مستمر ودائم؟ نعم، جميل. لأن بعضهم يعني يا دكتور اسمح لي يقول أنا لو أترك التدخين تبقى الأضرار فيني خاربة خاربة،
يعني نعم. بالأسلوب هذا وبالطريقة نعم هذا. جميل. وهذا ربما يكون يعني من المفاهيم الخاطئة اللي تكون لدى المدخنين. نعم جميل جدا، وسؤال يعني في الصميم. احنا نقول مخاطر التدخين للتذكير، يعني احنا ما نسأل يعني ماذا، ما هي مضار تدخين؟ لا يوجد مرض، لا يوجد مرض او عضو او جهاز او نسيج اللي يتأثر بالتدخين. فجميع الامراض، جميع الاعضاء، جميع الاعضاء او جميع الامراض كلها لها علاقة مباشرة او غير مباشرة في التدخين. فطبعا يؤثر بالدرجة الاولى، يسبب مسبب الاول للسرطانات هو التدخين، يعني احد اهم. طبعا السيجارة الواحدة، السيجارة تحتوي على 4000 مادة كيميائية، من ضمنها تقريبا 200 مادة سامة و50 ل 100 مادة مسرطنة، يعني تسبب السرطان. هذا بالنسبة للسرطان. أيضا إلى الجهاز التنفسي، لأن استنشاق السيجارة مباشرة تسبب سرطان الرئة، تسبب تليف الرئة، تسبب الانسداد المزمن في الأوعية الدموية في القصبات أو الشعب الهوائية. طبعا التأثير جميل، التأثير احنا نقول دائما لا يوجد، يعني نقول المجال مفتوح دائما، القطار لم يفت، سواء كان دخنت سنة، 5 سنوات، 10 سنوات، إذا أقلعت التدخين سوف تجني الثمار وتحصد الجوائز. يعني يعود الجسم طبيعي. يعود الجسم طبيعي، نعم. إحنا نبغى نرسل رسالة إيجابية وبارقة أمل، نقول إحنا لما واحد يوقف يقلع عن التدخين، يمتنع التدخين، تقريبا يجد النتائج مباشرة. يعني بالنسبة إلى السعال والبلغم أو النزلات التنفسية المتكررة، تقريبا في خلال 3 أشهر تتحسن. في 3 أشهر يعني تدريجي. أشهر نعم تدريجي، يعني يظل هناك أثر، ولكن مقارنة بالشخص المدخن أقل بكثير. صحيح. فإحنا نقول القطار لم يفت. إذا كانت لديك إرادة قوية لإقلاع التدخين، فهذا أفضل، هو أكبر تحدي، هو أكبر تحدي إقلاع التدخين. أنا راح نطرق الموضوع ما هو أكبر تحدي، ولكن النتائج الإيجابية كثيرة جدا جدا. إيه، وإحنا نعم. نقول العيد عيدين، يعني إذا أقلع التدخين السنة مو عيد واحد، هو عيدين. يعني إذا أقلع في هذا الموسم. نعم. في رمضان. نعم يقلع ويمتنع التدخين، يستمر ما بعد رمضان، مو يقلع بعد رمضان عادة حليمة العادة القديمة. لا إحنا نقول يعني يقلع شهر رمضان، يعني يكون صدقني عيدين له ولأفراد العائلة، لأن المعاناة ليس فقط للمدخن، أفراد الأسرة. صحيح. المحيط. صحيح. كل فرد من الأسرة لا شك. نعم جميل جدا. يتمنى يعني سواء الزوجة أو الأم تتمنى أن يعني أن الشخص المدخن لديه يقلع عن التدخين، أنه يقلع عاجلا غير آجل. تأثيرات. صحيح. ليس فقط على الجنين داخل الرحم. صحيح. يعني دراسات كثيرة بينت أن المرء طبعا فترة الإخصاب، يعني الإخصاب نسبة الإخصاب تقل عند المرأة وعند الرجل. أيضا الإجهاضات المتكررة بسبب اللي هو التدخين، نقص وزن الجنين، تشوهات الجنين، كل شيء يتعلق سبحان الله، حتى ممكن البهائم أو الحيوانات الأليفة في المنزل بوجد دراسة تتأثر بالتدخين. أضف إلى ذلك أن رائحة السجائر تعلق في الجدران وتعلق في المكيت وتعلق في الستائر. هذا نسميه احنا مو تدخين اللي هو السكند هاند سموك، تدخين السلبي، يسمى تدخين نوع جديد ثيرد هاند سموك بالانجليزي، بمعنى ان بعد ما يترك المدخن الغرفه او السياره ورائحه التدخين العالقه تؤثر على الاطفال حديثي الولاده، تؤثر على الاطفال، تسبب التهابات تنفسيه. صحيح. وايضا تسبب سرطانات. فتخيل ليس فقط يعني التدخين المباشر غير المباشر، ايضا رائحة الدخان تعلق في. صحيح. حتى الأطفال دكتور يعني في مستقبل الأيام لأن يكبروا ويشوفون مثلا قدوة لديهم يدخن، هذا أيضا يؤثر في تربويا عليهم ربما. نعم جميل. القدوة الحسنة، إذا كان رب البيت للدف ضاربه فشيمة أهل. فعشان كده فإحنا نقول أحد أسباب التدخين المحاكاة، محاكاة الأطفال. صحيح. أو اليافعين يعني. إلى 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 قدواتهم، فهذا أحد أسباب رئيسية. صحيح. للتدخين. طيب الآن دخلنا، الآن تحدثنا عن المخاطر، عن هذه المقدمات، عن الإحصائيات اللي ذكرتها دكتور محمد، الآن نبغى العمل. نعم جميل. نبغى التطبيق والخطوات العملية. نعم. اللي تخلي الشخص المدخن الآن البيئة جاهزة. نعم. رمضان جاهز. صح. ماذا تنصحه؟ نعم. معنا يعني ما هي الطرق، ما هي السبل
اللي تعينه إن شاء الله على الإقلاع النهائي وليس المؤقت. نعم جميل جدا. طبعا رقم واحد هو الإرادة، تسلح بالإرادة القوية. الإرادة القوية هو مطلب رئيسي ولكن غير كافي بحد ذاته. دراسات وجدت وجود التسلح بالإرادة من بين 100 شخص 5 أشخاص ينجحون في الإقلاع عن التدخين بإرادتهم. يعني نقول إحنا الإرادة هي مطلب رئيسي ولكن تتطلب أشياء أخرى. الأشياء إحنا عندنا الخطة العلاجية، أولا المشورة الطبية، طبيب متخصص. توجد الآن عيادات الإقلاع عن التدخين التابعة لوزارة الصحة منتشرة في مناطق المملكة. فالخطة العلاجية نقول إحنا برنامج، نقول إقلاع عن التدخين برنامج ليس فقط خطوة واحدة، يعني عمل منظومة صحيح. ومجموعة خطوات وليس خطوة واحدة. طبعا يبدأ بالاستشارة الطبيب، ومن ثم عندنا العلاج الدوائي والعلاج السلوكي والمتابعة المستمرة للامتناع للبقاء ممتنع عن التدخين إلى الأبد. نعيدها دكتور، الآن الإرادة ذكرتها، الإرادة تسلح بالإرادة القوية، أحسنتم، ثم مسألة العلاج أو المشورة الطبية. المشورة الطبية ليس فقط تأخذ علاج من الصيدلية وانتهى الموضوع. العلاج أي يعني مشورة الطبيب والعلاج الدوائي والسلوكي والمتابعة. طبعا نأخذ كل على حدة. طيب نبدأ في الإرادة، أنتم تحدثتم على الإرادة. نعم جميل. خلينا الآن في مسألة الطبيب. نعم. متابعة مع الطبيب المختص في الإقلاع عن التدخين، ليس طبيب عام فقط. طبيب الآن تخصص، طبيب مختص في الإقلاع عن التدخين. الخطوات العملية هو العلاج الدوائي. لماذا العلاج الدوائي؟ احنا قبل ما نبدأ بالعلاج الدوائي، احنا نقول التدخين هو عادة وإدمان، ليس فقط عادة. لو كان عادة كان من السهل تركه، كل واحد قال والله أنا بوقف تدخين وقفه، ما يستطيع لأنه هو إدمان. إدمان على مادة النيكوتين. إحنا نقول السيجارة المكونة من 4000 مادة كيميائية، من ضمنها مادة النيكوتين. النيكوتين السيجارة 4000 مادة كيميائية، السيجارة الواحدة. نعم، ومن ضمنها قلنا إحنا 100 مادة مسرطنة. من ضمن المواد النيكوتين. النيكوتين هو المرتبط بالإدمان، هو يمتاز بطبيعة إدمانية شديدة. هي المادة الإدمانية، هو بسبب الإدمان. فإحنا عشان بهذا المبدأ نقول هو عادة وإدمان. علاج الإدمان، طبعا إحنا نقول إدمان، المريض عندما يدخن بشكل مبسط، يدخن السيجارة، يصل النيكوتين إلى الدماغ، مستقبلات حسية في الدماغ خلال 10 ثواني. تخيل أسرع من تعاطي المخدرات، الهيروين والأمفيتامينز والكوكايين. في 10 ثواني يصل النيكوتين إلى الدماغ، مستقبلات حسية. عند الارتباط بالمستقبلات الحسية يفرز مادة تسمى الدوبامين. مادة الدوبامين هي المادة التي تشعر المدخن بالنشوة، باللذة، بالراحة المؤقتة. طبعا مؤقتة جميلا، عشان كده احنا هذا مفعولها يستمر إلى ساعة ساعتين، ومن ثم ينخفض معدل الدوبامين في الدم، وبالتالي يتوق المدخن لتدخين سيجار أخرى. فهذه الفكرة، هذه مبدأ جدا مهم. فاحنا نبغى نعوض مادة النيكوتين. فلذلك المريض عندما يقلع عن التدخين لماذا ينتكس؟ لأن الأعراض الانسحابية، أعراض الانسحابية لمادة النيكوتين، أعراض الانسحابية تكون شديدة جدا في خلال 48 ساعة، تصل إلى ذروة وتستمر إلى 6 أشهر. عشان نقول إحنا المريض إذا تجاوز 6 أشهر الأولى، من 3 أشهر إلى 6 أشهر تجاوز، يعني تجاوز إن شاء الله المرحلة، نسبة كبيرة. نعم. يعني الانتكاسة، نقول إحنا الانتكاسة لازم تكون في خلال الفترة هذه. فتخيل الأعراض الانسحابية يشعر بها المريض. عشان كده شوف أثناء رمضان الناس المدخنين، طبعا المدخنون يكرهون شهر رمضان، هذه حقيقة. يكرهون لأن فترة صعبة، صعبة المدخنين، 16 ساعة، وهو كان في اليوم خاصة يعني المدخن الشرف كل ساعة كل ساعتين، فحقيقة جدا. في يعني شهر رمضان شهر البركات، شهر الخيرات، شهر العبادة، ولكن هم لا إراديا شيء يعني، فيكون صعبة. لماذا؟ يشعرون بالأعراض الانسحابية. نراهم في الطرقات، كيف التهور في القيادة، حدة المزاج، العصبية، الصداع، أعراض انسحابية، ألم في البطن، أحيانا يكون إمسال، إمساك أو إسهال، فقد التركيز. هذه الأعراض الانسحابية، لذلك المريض فنتغلب الأعراض الانسحابية، نعطي العلاج العقاقير الدوائية. العقاقير هي العقاقير اللي هو العلاج الدوائي طبعا. أيوة، تحتوي على النيكوتين، بدأنا نسميها النيكوتين عشان تعوض النيكوتين للمريض، تعوض الأعراض الانسحابية. أيوة، فهي النيكوتين
يستخدم كرقعة لاصقة للملصق أو قد يكون لبان أو أو بخاخ. فهذه طرق استخدام أنك طلع أفضل أمثل الطرق أنك يستخدم الرقعة اللاصقة بإضافة إلى اللبان. أيوة. هذه آمنة يا دكتور حمد؟ آمنة جدا. طبعا الفكرة يقول لك البعض أنت الآن قاعد تعالج المشكلة بمشكلة أنك قاعد توقف في السجائر اللي تحتوي على النيكوتين. أي لا، إحنا هذه ما تسبب طريقة استخدامها تدريجي. طريقة تدريجية أشبه بعملية الفطام، يستخدم جرعة عالية من النيكوتين. مثلا نقول إحنا كل رقعة لاصقة سبعة مثلا يمكن يستخدم 21 ملغرام وبعدين يتدرج مثلا 14 بعدين آخر شيء سبعة. بالتدريج طبعا هذه تستخدم، هي تفرز النيكوتين بشكل دائم، ولكن مع ذلك أحيانا المريض أو المدخن، أسميه مريض، المدخن هو مريض واقعا، يتوق إلى السيجارة فيستخدم اللبان. هذا يعوض أيضا النيكوتين. فهذه دراسات عديدة بيّنت انها فعاله جدا. ايضا في عقاقير نوعا ما حديثا نسميها خاليه من النيكوتين، يعني اكثر اريحيه استخدامه حبوب يسموه الشامبكس. الشامبكس او الزايبان، هي تستخدم طبعا تحت اشراف طبي، هي مماثله فعاليتها لبدائل النيكوتين. فهذه موجوده طبعا. انا لا انصح فقط اتجاه للصيدليه وطلب العلاج، لا، لابد من استشاره الطبيب. استشاره الطبيب ما ذكرنا في البدايه. إيه. قد تكون بعض مضاعفات الادويه، مثلا الشامبكس. الشامبكس يعني لا يستخدم في الاشخاص الذين لديهم تاريخ مرضي الاصابه بالامراض النفسيه، الكابه. الكتاب ممكن يسبب حالات انتحار، هذا وجد دراسات. مثلا الزايبان لا ينصح باستخدام المرضى الذين لديهم صرع. فكل علاج يعني للمريض الذي يناسبه يناسبه. نعم. صحيح. احنا نقول احنا لا ننصح بتناول علاج بدون اشراف طبي. هذه هي ركيزه مهمه جدا، العلاج الدوائي، الدعم الدوائي، الدعم السلوكي. الدعم السلوكي مهم. تخيل المريض أو المدخن تعود طول حياته، إحنا في عندنا ردة فعل لا إرادية أن المريض يضع يده في جيبه. صح. ويأخذ سيجارة للتدخين. صح. نسميه hand mouth habit. هذه كيف تغلب عليها؟ تغلب عليها يعني يضع في جيبه مسواك، فكلما تاقل السيجارة مثلا يأخذ المسواك فيكون بديل إلى السيجارة. هذا رقم واحد. يستخدم السبحة، المصباح، هذا أيضا حتى تتعود اليد، تتعود اليد لأن خلاص اليد تعودت على السيجارة. أيضا إضافة إلى تجنب المحفزات، في عندنا محفزات مرتبطة بتدخين السجائر. إيش المحفزات؟ البيئة. المحفزات، تناول كوب من القهوة، تناول كوب من القهوة هذا محفز قوي للتدخين. فارتبط دائما المدخن، ترى مدخنين في يد يمين مثلا كوب من القهوة وفي يد السيجارة. فاحنا نقول للفترة اللي أنت تقلع عن التدخين يجب يعني تجنب يعني الإكثار الأفراط في تناول القهوة. لأنها مرتبطة محفز قوي أنك تبغى تغير السلوك. عشان ليش القهوة؟ عشان كافيين مثلا؟ هو هي القهوة ارتبطت يعني مع، هو في منبه الكافيين أيضا بالسجائر النيكوتين. هذا رقم واحد. شيء ثاني، بعد الوجبات، وجد بعد الوجبات دائما المدخن بعد الوجبة لا شعوريا يدخن السيجارة. فاحنا نقول يعني يجب وضع حلول بعد الوجبة. يعني طبعا نحتاج الدعم العائلي، الزوجة، الإخوان، الوالدين، مساعدة المدخن الذي ينوي الإقلاع عن التدخين. يجب يعني وضع برنامج بعد الوجبة لعدم التناول أو التدخين. في آخر محفز، قيادة المركبة، السيارة، دائما تلاحظ في زحمة الطرقات في السيارات مع زيادة الضغط النفسي ستريس يبدأ. أنت تشوف كذا في دائما في الطرقات، هذا أيضا محفز قوي. يجب الشد النفسي، التوتر أيضا محفز. يعني هذه المحفز، يعني كل مريض، كل مدخن يضع المحفزات. تسأل إيش المحفزات اللي تجعلك يعني تدخن السيجارة؟ واحد، اثنين، ثلاثة، يشاهد مباراة، تدخين مع الأصدقاء. هذا أحد أهم أسباب الانتكاسة، أن المريض أو المدخن يقلع عن التدخين ولكن يجالس المدخنين هذا وبالتالي يقلع. فحنا نقول تجنب الجلوس مع المدخنين، تغير تغيير جذري في الحياة، تغيير النمط المعيشي. أيضا مهم جدا ممارسة الرياضة. ممارسة الرياضة تشغل الشخص عن التدخين. تبغى لازم تشغل نفسك. إذا أنت ما شغلت نفسك بالرياضة
أو ببرامج شغلتك بالأشياء السلبية، شغلت بالأشياء السلبية صحيح. فأنت إحنا نقول انتكاسة يعني بعد 48 ساعة الأعراض الانسحابية تشتد، 3 أشهر تقل، 6 أشهر تختفي تماما. إحنا نقول مهم جدا بعد الامتناع عن التدخين رسالة مهمة. طبعا دائما الشيطان يلعب دوره، يلعب دوره، يقول لك دخن سيجارة واحدة ترى عادي ما في شيء، سيجارة واحدة كفيلة بانتكاسة الرجوع للتدخين، سيجارة واحدة بس، سيجارة واحدة اللي بنيتها مثلا في 6 أشهر. فعشان كده يجب طبعا العلاجات هذه اللي احنا كنا نستخدمها نقطة يعني الدوائية، الدوائية طبعا العقاقير الخالية من نيكوتين اللي هو تشامبيكس تجعل المريض المدخن يكره التدخين. عندما يدخن سيجارة طبعا هي تشتغل اللي هي طريقة العمل على الجهاز العصبي المركزي، على المستقبلات الحسية في الدماغ ترتبط فيها، وبالتالي عندما تدخن السجائر النيكوتين لا يجد مستقبلات حسية، فليدخن السجائر يشعر بعدم النشوة، عدم الرغبة، يشعر بالامتعاض، فذلك يترك التدخين. تقصد اللي يتناول أدوية، اللي يتناول أدوية نعم يدخن سجائر، أي اللي يتناول أدوية ويدخن سجارة في نفس الوقت. الوقت أيوة ما يقدر، عشان كده اللي ياخذ الأدوية يترك التدخين، ما يقدر يستمر بالتدخين مع الأدوية. هذه مهمة أعتقد، المتابعة النقطة الأخيرة، المتابعة 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 ضروري جدا مع الطبيب، مع الطبيب أيوة في رحلة نعم أيوة، وتجنب الجلوس مع المدخنين. جميل دكتور محمد، أستاذنك والأستاذ المشاهدين الكرام، في هذا الفاصل نستعرض فيه التغريدات حول هذا الموضوع ثم نعود إلى حديثنا عن الإقلاع عن التدخين. نعم. فاصل المشاهدين الكرام، نتابع في هذه التغريدات ثم نعود إليكم. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل، ومع ضيفنا الدكتور محمد بن عبد الله الشيف، استشاري الامراض الباطنيه وامراض تخثر الدم والاوعيه الدمويه في برنامجكم ميزان الصحه. مرحبا دكتور مجددا. اهلا وسهلا اخي ياسر. اوكي الوقت ازف يعني تقريبا، احنا الان في نهايه اللقاء الجميل الماتع معكم. الان بدقيقه او اقل دور الاعلام،
نعم. الإعلام سلاح نقدر نستخدمه لنا أو علينا. نعم. نعم. طبعا دور الإعلام مهم جدا. طبعا في اللي هو اتفاقية إطارية لمكافحة التبغ، هذه من منظمة الصحة العالمية، المملكة موقعة على هذه الاتفاقية، من ضمنها جدا أن احنا ممنوع الإعلانات التجارية لمنتجات التبغ، شركات التبغ، ممنوع الرعاية، الرعاية للمحافل الدولية للمناسبات الرياضية. أيضا دور الإعلام وضع الصور التحذيرية على علب السجائر جدا، هذه شفت هذا إلى أثر كبير. دراسات بينت أن في كندا 90% من الشباب الكنديين يقلعوا، لا ما أقلعوا، صار لهم وعي أكثر بمضار التدخين. وفي البرازيل تقريبا حوالي 70% من الشباب اليافعين بحثوا أو يعني بدأوا في النية القلع عن التدخين، فهذه لها تأثير جدا. أيضا رفع الضرائب، رفع الأسعار، كلها ستؤتي يعني أكلها يعني بعد حين. الإعلام يعني من ضمن إحنا الحلقة هذه، أيوة هذه تعتبر يعني من يعني أنا أهم المواضيع، أعتقد أهم المواضيع التي تلامس الصحة العامة التدخين. نعم. مهم جدا، فيناقش يجب نقاش الموضوع أيضاً بالإعلام المقروء المسموع المرئي، بالإعلام الجديد. صحيح. نحارب من جميع الجهات، هي معركة ضروس، هي معركة ضروس، التدخين يتصاعد. صحيح. فإحنا وتيرة الإعلام يجب أن تتصاعد لمحاربة التدخين. نعم. طيب لعلنا نختم برسالة، وقبل الرسالة، في مفاهيم خاطئة موجودة لدى المدخنين حول التدخين. نعم. لو تعطينا مفهوم مفهومين على السريع يعني يكثر تداولها. نعم. طبعا بإيجاز لو تدخين الشيشة أو المعسل أو الجراك أقل ضررا من تدخين السجائر، هذا مفهوم خاطئ، مفهوم خاطئ جدا، بالعكس ضرر أكثر بكثير. أيضا تدخين السجائر مخففة النيكوتين أو مخففة القطران، هذه كلها أوهام وليس حقائق. دراسات بينت مضارها مماثلة للسجائر العادية. أيضا رقم ثلاث، أحد المفاهيم الثالثة، أن التدخين هو مهدئ للأعصاب، هو ليس مهدئ للأعصاب، هو مثير للجهاز العصبي المركزي ومسبب للإدمان بشكل كبير. هو مهدئ وقتي، مهدئ وقتي، نعم لحظي، فبدال التالي يحتاج جرعات متكررة وتؤدي إلى الإدمان. نختم هذا اللقاء برسائل عامة خصوصا مع هذا الشهر الكريم. نعم جميل، أنا أقول هذه فرصة ذهبية لإقلاع عن التدخين، فأدعو جميع المدخنين لاستثمار شهر رمضان لإقلاع عن التدخين. إحنا الآن ممتنعين عن التدخين لمدة 16 ساعة. صحيح. وفي الليل مشغولون بأداء العبادات. صحيح. والصلوات، فلماذا الإقلاع عن التدخين؟ أنا أقول لماذا نبدأ بالداء وثم نبحث عن الدواء؟ نقلع عن التدخين، فبالتالي يمنع الداء، ولن نبحث عن الدواء في المستقبل. فهذه هي الرسالة أتمنى يعني تصل إلى جميع المدخنين. نعم. والقرار بيدك أيها المدخن. نعم. لترك هذا أو ترك هذه الآفة في هذا الشهر، والعيد عيدين. أوكي. والعيد عيدين. نعم. شك. نعم. شكرا لكم دكتور محمد عبد الله آل شيف، استشاري الأمراض الباطنية وأمراض وتخثر الدم والأوعية الدموية، شكرا لكم على مشاركتنا في ميزان الصحة. أهلا وسهلا، استمتعت بالحديث معك أخ ياسر. الشكر موصول لكم مشاهدي الكرام على طيب متابعتكم، نلتقيكم مشيئة الله تعالى غدا في نفس التوقيت. إلى ذلك من حين أترككم بحمد الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.